بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي الكرام في سورية الحبيبة، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ويقول الله جل جلاله في القرآن الكريم أيضا: ولا يظلم ربك أحدا. وفي القرآن أيضا مجموعة من الآيات هي من سنن الله في خلقه، وبالتعبير المعاصر هي قوانين لا تتبدل ولا تتغير، هي علاقات ثابتة بين المقدمات والنتائج. من هذه القواعد: أولاً، لا يفلح الظالمون. في أربع آيات محكمات في كتاب الله تعالى جاء قوله: إنه لا يفلح الظالمون. إذن أيها المؤمن، إن رأيت أن الظالم قد نجح يوماً فاعلم أن ذلك لن يستمر طويلاً، لأن قانون الله تعالى يؤكد أنه لا بد من أن يقع عليه حكم الله عز وجل بتدميره. فالوزير يحيى ابن خالد البرمكي قال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحال؟ فقال: يا بني، لعل دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. أيها الإخوة، ومن أسباب هلاك الأمم الظلم، فمن سنن الله المضطردة إهلاكه الأمم إذا عم فيها الظلم. يقول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول أيضا: ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا. ويقول أيضا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ولعل سائلا يقول: لكننا نرى كثيرا ظالما يتمادى في ظلمه ولم يهلكه الله تعالى، نرى أمة تطغى ولا يقهرها الله، فأين هذا القانون؟ والجواب في سورة الأعراف في قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقد ورد في كتابي سير أعلام النبلاء في ترجمة الوزير ابن الزيات أنه كان يقول: ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. ودارت الأيام ونقم المتوكل عليه فسجن في قفص ملئت جهاته بالمسامير، فكان يصيح: ارحموني. فيقال له: الرحمة خور في الطبيعة. ومات في سجنه، طلب قبل موته دواة وبطاقة فأحضرتا إليه فكتب: هي السبيل، فمن يوم إلى يوم كأنه ما ترك العين في النوم، لا تجزعن رويدا إنها دول دنيا تنقل من قوم إلى قوم. أيها الإخوة، وثالثا، الدنيا تصلح وتستمر بالعدل ولو مع الكفر، لكنها لا تصلح ولا تستمر بالإيمان مع الظلم. فقد يبقي الله أمة كافرة لا تؤمن به لكنها تتناصف، لكنه لا يرضى أبدا
أن يبقي أمة يشيع فيها الظلم ولو كانت مسلمة. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بكفر، وأهلها مصلحون. وقال القرطبي في تفسير الآية: إن الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى يضاف إليه الفساد. وقال الطبري: لا يهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا مشركين، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. إذن لا شيء أسرع في فساد الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم. رابعاً: إن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم ينفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله تعالى في معنى هذا القانون: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فالعباد يظلمون، ولو آخذهم الله مباشرة لما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم لعلهم يتوبون ويرجعون عن ظلمهم، فإن أصروا أخذهم في أجل مسمى عنده. فإن الله إذن يمهل الظالم ولا يهمله. قال يوسف الكوفي: حججت ذات سنة فإذا أنا برجل عند البيت يقول ويبكي: اللهم اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. فقلت له: يا هذا، ما أعجب يأسك من عفو الله؟ قال: إن لي ذنبا عظيما. فقلت: أخبرني عنه. قال: كنت مع يحيى ابن محمد بالموصل، فنادى مناديه: من علق سوطه على دار فالدار وما فيها له. فعلقت صوتي على دار ودخلتها، فإذا فيها رجل وامرأة وابنان لهما، فقدمت الرجل فقتلته. ثم قلت للمرأة: هاتي كل ما عندك وإلا ألحقت ابنيك به. فجاءتني بسبعة دنانير، فقلت لها: هاتي كل ما عندك. فقالت: ما عندي غيرها. فقدمت أحد ابنيها فقتلته. ثم قلت: هاتي كل ما عندك وإلا ألحقت الآخر به. فلما رأت الجدة مني قالت: أرفق، فإن عندي شيئا كان أودعنيه أبوهما. فجاءتني بدرع مذهبة لم أرى مثلها في حسنها، فجعلت أقلبها فإذا عليها مكتوب بالذهب: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فسقط السيف من يدي وارتعدت وخرجت من وجهي إلى حيث ترى. أيها الإخوة الأكارم، أما موقفنا العملي فهو أن نتجنب الظلم الداخلي فيما بيننا حتى يرفع الله عنا ظلم الطغاة والأعداء. أليس في بيوتاتنا ظلم؟ ألا يظلم الزوج زوجته أحياناً؟ ألا تظلم الزوجة زوجها؟ أليس من الظلم أن يحرم البنات من الميراث؟ وهذه العادة الجاهلية ما زالت حتى الآن منتشرة في بعض المناطق في بلدنا. أليس من يبتز موكله ظالم؟ أليس من الظلم أن يقصر المعلم في واجبه نحو طلابه؟ أليس من الظلم أن ينبري أناس من بني جلدتنا للدفاع عن الظالم وتبرير ظلمه على الملأ؟ أليس من الظلم أن يرفع بعض التجار الأسعار استغلالاً لحاجة الناس؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح
أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه،